بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الوضوء. أول سنة وهي البسملة، أن تقول بسم الله قبل الوضوء. ثاني سنة غسل الكفين، ثلاث قبل غسل الوجه. رابع سنة الاستنثار باليسار لحديث فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، هذا الحديث متفق عليه. خمسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث وبالغ بالاستنشاق ألا أن تكون صائما، هذا الحديث أخرجه الأربعة. معنى طيب في المضمضة، معنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، ومعنى المبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. السنة السادسة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة حيث لا يفصل بينهما، والدليل على هذا الكلام ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة، وهذا الحديث متفق عليه. سبعة السواك ومحله عند المضمضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. ثمانية تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه، كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. صفة مسح الرأس، صفة مسح الرأس أن يبدأ في مقدمة الرأس إلى آخر القفة ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى. طيب أما المسح الواجب فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت، والدليل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذا الحديث متفق عليه. تخليل الأصابع اليدين والرجلين لحديث أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع، هذا الحديث أخرجه الأربعة. السنة الحادي عشر التيمم وهو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعلة وطهورة، وهذا الحديث متفق عليه. السنة الثاني عشر الزيادة على القسلات وهي غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، أي غسل الوجه واليدين والرجلين. الثلاثة عشر النطق بالشهادتين بعد إفراغ من الوضوء بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السنة الـ14 الوضوء في البيت، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من تطهر في بيته ثم مشى إلى البيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته أحدهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الـ15 الدلك وهو امرار اليد على العضو مع الماء او بعده. السنة الـ16 الاقتصاد في الماء، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا الحديث متفق عليه. السنة الـ17 مجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة اليدين والرجلين، والدليل لان ابو هريرة توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. الـ18 صلاة ركعتين بعد الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر إلا وجبت له الجنة. السنة الـ19 وهو إسباق الوضوء وإعطاء كل عضو حقه في الغسل، فهو الإتمام والاستكمال للأعضاء. ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات، وبعضهم خمس مرات، وبعضهم قد يكون أكثر عندما يريد أن يصلي الضحى أو قيام الليل، وعلى حسب تكرار المسلم
للوضوء، يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل أجر عظيم ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء. أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والله أعلم.